احنا بنشكر الاستاذ عماد الترك والولايات المتحده الامريكيه، ونشكر على المساعده اللي قدم لنا اياها، لانه احنا باحتياجها، واحنا اسره من 11 نفر وعايشين في بيت زينجو، يعني احنا محتاجين هالمساعده هذه. ونتمنى يعني يقدموا لنا يعني لو بيت هيك منيح نتجمع فيه انا واخواني وامي واخوي وجوزته. ونشكركم كثير على هالمساعده. أنا ميادة محمود البهلول، اسم سكان غزة. كنت عايشة بالأجار في أول ما سكنت في جباليا البلد، عشان البيوت الخاص ما كنتش أقدر أدفع 300 شيكل كل شهر في بيت، كل واحد يطردني ما تحملش. آخر بيت سكنت في النفق طردني أنا وولادي، بعد النفق سكنت السجاعية، بعد السجاعية سكنت الزيتون، بعد الزيتون وين ما تخطر في بالك سكنت، شنطتت يعني زي الكورة برت ما أنا وأطفالي. بالآخر أخذت أطفال الأربعة كانوش يروحوا المدارس، كملوا يتعلموا، كانوا تشوفهم بعرفوش يخطوا القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المدرسة أمال أبو معيلق لذوي إعاقة حركية في جمعية المغازي للتأهيل المجتمعي. أنا بشكر الأستاذ عماد الترك على المجهودات والمساعدات اللي قدمها لذوي الإعاقة بظروف البرد القارس اللي احنا فيه والظروف اللي احنا فيها، وكنا في حاجة لهذه المساعدات. أنا بشكره كتير كتير، وإن شاء الله دايما يكون معانا إيده معانا في أي وقت.